ديروا بالكم على أولادكم، علموهم اللغة العربية. ترى هذه يعني مشكلة، لما بالفعل هذه كارثة أصلا، أنه أبناءكم لا يعرفون اللغة العربية. هذا معناه انقطاع طريق تلقيهم الدين والمعارف الدينية، لأن المعارف الدينية كلها بالعربية. يعني ما يقدر يفتح كتاب الله عز وجل يقرأ ويفهم شنو يقول، ما يقدر يفتح الكافي الشريف أو أحاديث أهل البيت عليهم السلام حتى يفتهم ماذا يقولون. لابد أن تهتموا، أنتم صحيح في بلاد غربية ولغات أجنبية، بس لابد أن تهتموا بتربية أبنائكم على اللغة العربية، وأن تعلموهم هذا المبدأ، أن اللغة العربية لغة أهل الجنة. إحنا في الجنة نتكلم عربي، ما نتكلم غير لغة. فرجاء الاهتمام بهذا الشيء. لا لهجة عراقية ما تمشي ما تمشي، لا، بس اللغة العربية الفصحى لغة القرآن. طبعا من تسقى من حوض الكوثر، بس يسقيك أمير المؤمنين إن شاء الله، نحن وإياكم وكل المؤمنين نسقى من حوض الكوثر، لساننا يصير عربي فصيح تماما على طول، يطلق حتى المو عربي، الأعجمي غربي أيا يكن، بس يسقى من حوض الكوثر يصير لسانه شنو؟ عربي. زين، وهذا العربي حتى لو كان عربيا بس يدخل جهنم ينقلب لسانه، الروايات تقول. زين، هسه بعض اللغات تقول الفارسية، بعض الروايات تقول الفارسية، وأنه شوهد أبو بكر وعمر لعنهم الله في في الروايات عندنا أنه أبو بكر وعمر رؤيا في جهنم وقد انقلب لسانهما أو ألسنتهما إلى الأعجمية، إلى لغة أخرى، بعد ما يتكلمون عربي خلص. نسأل الله تعالى يرزقنا لغة القرآن اللي هي أعظم لغة بمعنى الكلمة حقيقة، الذي يتذوق اللغة العربية بدقائقها وشاعريتها وبلاغتها وفصاحتها لا يعدل بها لغة أخرى، أعظم لغة. شيخنا بس أقرب اللهجات العراقية لسان عربي أم رجع باللهجة العراقية؟ لا، لعله أقرب لهجة إلى اللغة العربية، لعله لا العراقية، يمكن اللهجة اليمانية، يعني يمكن أتصور، أتصور يعني المفردات الفصحى التي تستخدم في اللهجة اليمانية لعلها أكثر من غيرها، تبدو كذلك. وسبحان الله، الله رزق المغاربة لغة عربية أفصح من المشارقة. يعني في زماننا إذا تشوفون المغاربة بشكل عام يتكلمون فصيح في كثير من مفرداتهم، لما يتكلمون يعني أجود لغتهم الفصحى، لما يتكلمون الفصحى أجود من لغة المشارقة، مع أنه اللغة بالأصل يعني في جزيرة العرب ظهرت. والأضرب من هذا تدري شنو؟ أنه تلاقي الأعاجم يتقنون اللغة العربية الفصحى والعرب ما يتقنون. الآن هاي الرؤساء العرب يعرفون يتكلمون لغة عربية؟ ما يعرفون. الملك السعودي يعرف يتكلم جملة واحدة عربية صحيحة من دون ما يخطئ فيها؟ ما يعرف. في حين خامنئي شوية مدبرها، ولو هم يتشفص، بس يعني يدبرها شوية. القرآن يقلبها يا خامنئي. إيه يتشفص صح، بس إذا تقارن خامنئي لما يتكلم عربي وسلمان، ملك سلمان يتكلم عربي، ماكو قياس يعني، يعني يبين هذا العربي وهذا هذا العلج. هناك نتوحد باللغة يعني. نعم، نتوحد باللغة في الجنة. مو بس نتوحد في اللغة، نتوحد في اللغة والطباع والسلائق. سبحان الله، يعني يصبح أهل الجنة تكتمل عقولهم، أخلاقهم، سجاياهم.
شيخنا يعني معقولة؟ لأن أنا هنا من أهل الأرض هسه مو من أهل الجنة، ويا الحج أبو رضا قضيت عمري أقول له أكل يقول لي أكل، يا هي بناخذها من هنا.